هم الأمريكان يعلمون جيدا وخاضوا هذه التجربة عندما كان عددهم 150,000 تلقوا عدة ضربات موجعة في جميع محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب. نقول اليوم أنهم محصورين في مكان محدد فستوالى عليهم الضربات وتكون موجعة، ونحن لا نريد الآن أن نخوض في هذا بالتنسيق مع الحكومة. يعني هذه الضربات راح تكون بالتنسيق مع الحكومة لو يعني خارج إرادة الحكومة، مو حتى نفهم. طبعا الحكومة ما تريد تجر البلد إلى هذا وتعطي موافقة يا فصائل، هي تحاول أن تضغط الآن على القوات الأمريكية بالخروج كافة. نحن نقول إن سعت الحكومة وهو هذا المخرج الوحيد الذي تبحث عنه الحكومة، وهو تحويل هذه القوة العسكرية الأمريكية إلى صفة مستشارين. نحن نقول إن سعت الحكومة بطرق سياسية دبلوماسية، نقول أولا لا حصانة لوقاء هؤلاء المستشارين، ثانيا يجب أن يعطونا عدد المستشارين وتواجدهم ودعمهم وكيف يخرجون ويدخلون ويكون هنالك بصفة رسمية حالهم حال أي بعثة دبلوماسية. أما أن يكون الآن مثل ما تعرفون أن القوات الأمريكية لا حصانة قوية لديها، عدد الجنود الذين يدخلون العراق وليخرجون لا يعرف، حتى الحكومة الآن وأنا أؤكد هذا لا يعرفون حجم القوات ونوع الأسلحة وما هو عملهم. القوات الأمريكية لديهم اليوم أقوى جهاز استخباري موجود في قاعدة عين الأسد، لذلك وجودها يؤثر على المنطقة ككل. نحن نقول لدينا وعود وتعهدات من الحكومة العراقية بخروج القوات الأمريكية. حكومة تصريف أعمال يعني المفروض أن